السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أزهار ملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. قناة السودان اليوم سودانية لليوتيوب، ندعوك للاشتراك والانضمام إلينا وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. قصة أزهار ملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020. تنويه: أزهار ملات ليست ثابتة أو مستقرة وتختلف من تاجر لآخر خلال اليوم، فرج الانتباه عند التعامل. الدينار الكويتي 738 جنيه، الدينار البحريني 595 جنيه، الريال العماني 573 جنيه، الجنيه الاسترليني 325 جنيه، اليورو 313 جنيه، الدولار الأمريكي 268 إلى 270 جنيه، الدينار الليبي 75 جنيه، الدرهم الإماراتي 72 جنيه، الريال القطري 73 جنيه، الريال السعودي 71 جنيه، الجنيه المصري 17 جنيه. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.